هذه هي دائرة النود جيت بعد أن نفذناها بالملتزم سوفتوير. هنا اخترنا الترانزستور من نوع 2 أو 2N222A، واستخدمنا هنا مقاومات 1 كيلو 1 كيلو مثل ما شفنا، واستخدمنا هنا فولتية اللي هي 5 فولت. فقط هذه الدائرة اللي أنا مأشرها بالشكل المربع هي تمثل النود جيت. الدائرة اللي تسبقها هي تمثل الانبوت، هاي ما لها علاقة بالنود جيت، والدائرة اللي بعدها تمثلنا الاوتبوت انديكيتر اللي هي ايضا ما لها علاقة بالنود جيت، هي فقط انه تحمل لنا الليد حتى او الضوء حتى نشوف الاوتبوت مالتنا كان واحد او صفر. بالنسبة للانبوت هي دائما تتكون من مصدر فولتية 5 فولت وسويتشات 2، مرة هذا السويتش ياخذ من الخمسة راح نعتبره لوجيك 1، ومرة ياخذ من الصفر يعني الجراوند نعتبره لوجيك 0. تعالوا خلينا نشوف احنا وياكم شلون نبني هذه الدائرة باستخدام برنامج الملتزم. طبعا فتحنا برنامج الملتزم، هسه نبدأ نكون الدائرة مالتنا بالاعتماد على اليمن بالاعتماد على الدائرة الأصلية اللي شفناها. نحتاج مقاومتين، كل مقاومة هي 1 كيلو أوم. نروح الى رمز المقاومة، نروح الى فشي نصيح للريزستر، بعدين ندور الى القيمة اللي تفيدنا اللي هي 1 كيلو، راح تكون هنا هاي 1 كيلو، نجيب منها 2. بعد اللي نحتاجه نحتاج ترانزستور ونحتاج جراوند ونحتاج 5 فولت مصدر. خلينا نجيب المصدر هذا قريب علينا، عرفناه بالمحاضرة اللي راحت. نحتاج 2 من عنده، نقول له كلوز، وبعد نحتاج جراوند هو موجود هنا اللي هو هذا، ايضا نحتاج 2 من عنده. بعدين نروح الى الترانزستور. الترانزستور هذا هو شكله، هذا كان الدايود، هذا هو الترانزستور. نروح مباشرة الأول خيار موجود بهاي اللستة اللي هو 2N422A، نقول له أوكي ونجيب نخليه هنا ونقول له كلوز. هسه صار عندنا كل الكومبوننت توفرت تمام. ها طبعا عفوا نسينا هنا انه الاوتبوت مالتنا، فنحتاج هنا دائما قلنا هذا ستاندر مقاومة 270 اوم، 270 اوم وبعدين نحتاج ليد. نروح الى رمز الدايود، هذا هو ال اي دي، هذا هو ال اي دي ريد، خليه هنا اوكي. هسه وفرنا كل الكومبوننت اللي نحتاجه حتى نشغل هذه الدائرة. كل اللي راح نجي نسويه هسه راح نوصله، هذا نخليه هنا، هذا نجيبه هنا اوكي، هذا نجيبه هنا، هذا نجيبه هنا زين. خلنا نبدأ نوصل هذا، نغير نخليه هنا 1 ملي امبير، بعدين هذا نوصل هين اوكي. هذا راح نحتاجه هنا، نجيب بعد 1 جديد اوكي. نحتاج بعد هنا سويتش، سويتش هذا السويتش اللي هو قلنا نجيب SPDB اللي هو يكون 2-way switch، نجيبه هنا ونربطه او كليك يمين نفره بمقدار 180 درجة اوكي. نوصل لي الانبوت قلنا، هذا نوصله هنا زين. نحتاج بعد نحتاج جراوند، هذا هو الجراوند. نحتاج هنا بعد ايضا جراوند، هذا بعدين نجيبه هنا وهذا نجيبه هنا.
ما نسينا شيء. عندنا هذا بعد نوصله هنا، هسه المفروض الدائرة مالتنا أصبحت جاهزة، ما عندنا أي مشكلة. هاي نضبط الفولتيات 5 فولت، وهنا هم نضبط الفولتيات 5 فولت. أوكي، هسه دائرتنا جاهزة للتنفيذ. هسه نشغل الدائرة مالتنا من هذا البتن اللونه أخضر اللي هو السهم، ونشوف عندنا السويتش مالتنا إذا خليناه على 5 فولت، يعني هنا داخلنا لوجيك 1، راح نلاحظ إنه الأوتبوت مالتنا 0. إذا خليناه على 0 اللي هو ماخذ من الجراوند، راح نشوف الأوتبوت مالتنا هو لوجيك 1. بالنتيجة اشتغلت هاي الدائرة كنوت. الجزء الأخير من محاضرتنا راح يتضمن الهومورك مثل ما تعلمنا بكل محاضرة. هنا الهومورك أو اليوم الهومورك راح يقول draw the following equation using multism program and give related truth table. المطلوب منكم باللغة العربية عندكم معادلتين اللي هي الواي تساوي لنا a dot b complement الكل complement، وواي تساوي لنا a plus b الكل complement، انه ترسموهن باستخدام برنامج الملتزم ضمن التجارب السابقة طبعا، وتحسبون لنا الاوتبوت اللي راح يصير، وتولدون لنا التروث تيبل المناسب لكل معادلة. اتمنى تكون المحاضرة خفيفة وسهلة واضحة. اي شيء عندكم شباب لا تترددون تتواصلون وياي او مع السادة المعيدين، وان شاء الله تكونون بصحة وسلامة وعافية. تحياتي للجميع.